اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم أن تحفظنا وتحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عمن تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أفض علينا من رحمتك، اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وقنا شر الداء ونجنا منه.